الواحد قاعد يشتغل من الصبح والأميرة قاعدة في القصر مرتاح. عندي أمنية واحدة، أتمنى أكون الأميرة. حضرة الأميرة المفروض تلبسي الفستان ده. كل دي فساتين كلهم حلوين قوي، بس أنا عاجبني ده. حضرة الأميرة احنا اللي بنختار الفستان اللي انت هتلبسيه، هاتي الفستان ده. حضرة الأميرة في اجتماع مهم دلوقتي لازم تروحي تحضريه. يلا بينا. اتفضلي يا حضرة الأميرة، ده المكان الخاص بيكي. ايه ده بجد يا حضرة الأميرة، شكلك حلو قوي النهاردة. للأسف لازم نجاملها وهي وحشة أصلا. اسكتي لحسن تسمعك. سمعتي؟ الأمير هيخطب الأميرة علشان بس ياخد سلطتها وبعد كده هيخلص منها. لا مستحيل، أنا عايزة أرجع حياتي الطبيعية تاني. 5 مهمات وأرجع حياتي الطبيعية؟ طبعا هوافق. 5 مهمات عشان أرجع حياتي الطبيعية؟ طبعا هوافق. المهمة الأولى تكون شخصيتي قوية. عرفت أنا هعمل إيه. في حفلة النهاردة ولازم تجهزي. تمام، أنا هلبس الفستان ده. لا قلنا كذا مرة اللي احنا اللي بنختار الفستان. لا أنا هلبسه، واطلع بره وإيه اللي هسكنك. أنا الأميرة. إيه ده، هي اتغيرت كده ليه؟ بقت شخصيتها قوية. أيوة ده الفستان اللي كنت عايزة ألبسه، ما عادش حد هيتحكم فيا أبدا. الفستان حلو قوي. إيه ده أنت مين؟ ودخلتي هنا ازاي؟ هتعرفي في الاخر انا مين. انا هنا عشان اساعدك. عارفة ان المهمة الاولى كانت سهلة بس المهمات الجاية صعبة. ايه ده، انا نجحت في المهمة الاولى. المهمة التانية ارفض اي طلب. مش فاهمة هي راحت فين. حضرة الاميرة. الوزير. حضرة الاميرة في اجتماع النهاردة ولازم تحضريه. لا. ايه لا مش هحضر، احضر انت بالنيابة عني. غريب، انا مبسوط من شخصيتك الجديدة لانك كنت بتوافقي على اي حاجة. هو في النهاردة الامير؟ ايوة احنا خلاص حددنا ميعاد الحفلة. انا هرفض الزواج ده. ايه انت بتقولي ايه، انا هخليكي تندمي. انا زهقت. ايه ده، انا نجحت في المهمة التانية. المهمة التالتة ايه؟ لا انا مستحيل اقتل حد، انا مش عامل المهمة دي برضو. طب مش عاملاها برضو. لا ده انت مستقصدني بقى. الحقونا الحقونا. في ايه؟ كان في شخص بيحاول يحرق القصر فضربوا الحراس عليه نار وبعد كده اكتشفنا انه الامير. بجد؟ ايوة كان بيحاول يقتلك. مش قلتلك اني هساعدك. انتي دلوقتي اقدر اقولك انا مين. انا الاميرة الحقيقية والامير كان مسيطر عليا وانت بطريقتك دي ساعدتيني. شفتي هي دي حياة الاميرة اللي كنت بتتمني تبقي مكانها. انا بجد اسفة. المهمات خلصت وتقدري ترجعي لحياتك الطبيعية.